شوفي عشان تكون واقعيين وقوية جدا لغة الجسد، لما بكون أنا بدي أحاول أقنع أي شخص ووجه الكلام لإله زي ما أنا بالآن بتكلم معك، بنعملها إحنا بنسميه زي السبوت. دائما تذكر الكشاف اللي هو لما بيكون غرفة مظلمة وفي عندي كشاف، كل ما بدي أتواصل مع شخص بحاول أوصل اللغة تبعتي بهذه الطريقة، بتحس إني بتواصل معك أكثر. طبعا لو استمريت زيادة الآن ممكن الطرف الآخر حيزعل. لما بيكون في عندي أشخاص معينين بحاول أخذ المنتصف زي ما أنا بتكلم معاك وهي إلا إذا كان في كلمة خاصة عاوز أوجهها لإلها، بأسف لإلها الآن مباشرة بتوصل بهذه الطريقة. بس ننتبه في كل الحالات هذه إنه لغة الجسد ما تتعدى الطرف الآخر ما يحد إحنا بنسميه متر إلى ربع أو 50 سنتي. كل ما حتواصل أكثر أنا تدخلت في المنطقة الخاصة اللي هي إحنا دائما بنقولها ما بين 20 إلى 75 سنتي الخاصة بالشخص هذا.